الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. كنت في الأيام اللي هي الأسبوع الماضي في كم حدث كده يعني رأيته، يعني إلا ما رحم الله. من ضمن الأحداث إن كنا 26 جنازة في مسجد السيدة نفيسة، والناس بتتخانق مع بعض، واللي عايز يطلع قدام واللي، فالإمام مسك الميكروفون ويقول 26 جنازة والناس ما بتطعس، ده من أراد واعظا فالموت يخفيه. القلوب وصلت لمرحلة صعبة جدا، نسأل الله العفو والعافية حتى للتعاظ، يعني إلا ما رحم الله، خربت الزمم، نسأل الله العفو والعافية. فدي برضو يعني مؤشرات تخوف. رب العالمين يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والناس بتزيد في الطغيان وبتزيد في الفساد، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كنا بنصلي على جنازة عندنا في المسجد ومش طايقين ريحة الميت من الريحة، وقعدنا نرش كده معطر، فبدأنا نسأل، اطلح إن الراجل ده عنده 70 سنة وميت أديله 4 أيام في السكن ومعه 4 أولاد ومعه بنات ما شاء الله، فحزننا جامد، مفيش يعني، وزوجته يعني توفيت وجالس لوحده. قلنا مفيش حد من الأولاد يرن يطمن على أبوه، مفيش واحدة من البنات يعملوا ورديات عليه، يسيبوه كده لوحده يقول لك احنا مشغولين، يسيبوه 4 أيام لحد ما ريحته تطلع والناس بعد كده عرفت من الريحة. فوصلنا لمرحلة صعبة جدا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والناس بتزيد في الطغيان وبتزيد في عقوق الوالدين وبتزيد في الفساد. عشان كده يجينا القانون، أول قانون استجيبوا لله وللرسول، مفيش استجابة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، والناس ما بترجعش، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وإلا ما رحم الله. يجي بقى القانون الرابع، أخذناهم بغتة، موت الفجأة وهو ماشي وهو شغال وهو قاعد، خلاص بقى فيش اتعاظ، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، الحمد لله رب العالمين. فاحنا محتاجين نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لو ما رجعناش وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فنسأل الله أن يهدنا جميعا، جزاكم الله خيرا.